صباح الخير. صباح النور. هناخد مع بعض النهارده في المحاضره الرابعه من ماده التنبؤ بالطلب السياحي. تعالوا نكمل على الجزء اللي احنا اخدناه اخر محاضره في الفيزيكال، كنا بنتكلم على العرض السياحي. دردشنا شويه في العرض السياحي، تعالوا ندردش في اخر جزئيه كنا بنتكلم فيها في المحاضره الفيزيكال بسرعه كده ريفيجن علشان ندخل على الجزء الجديد في العرض السياحي. تناولنا في العرض السياحي واتكلمنا مع بعض على الجزء اللي هو خاص بتعريف العرض السياحي، وقلت لو تفتكروا في وقت ما كنت بشرح المرونة بتاعة الطلب قلت زيها بالظبط مع اختلاف الرسمة. تعالوا ناخد بقى كده العرض السياحي ونشوف هنتناول فيه تعريفه، خصائصه، عناصره، مقوماته، العوامل اللي بتؤثر فيه، قانون العرض السياحي، مدلة العرض السياحي، واخيرا جدول ومنحنى العرض السياحي. طبعا هو الميزه انه بما ان احنا شرحنا الطلب وخلصناه وخدناه بتفاصيله كلها، فمش هنتعب في قصه جزء تحليل العرض السياحي، لانه في بعض حاجات بتتكرر في الجزء العملي هو بالظبط، بس بدل ما تبقى طلب هتكون عرض. نفس الحوار في المرونه بتاعت الطلب، هي نفس مرونه العرض في الاشكال والحالات مع اختلاف الرسمه. وطبعا من الكلام ده كنت بقول عليه دايما كتمهيد قبل ما ادخل على جزء العرض السياحي. طيب تعالوا بقى ندردش ان جنرال على العرض السياحي. احنا عارفين ان العالم كله دلوقتي بيشهد حركة سياحية. حسب الحركة دي في ازمات بتكون قليلة، لو في اضطرابات برضو سياسية بتكون قليلة، لو مفيش في استقرار بنقول انه بيبقى كبيرة جدا. ايه اللي بيخلينا نقول الكلام ده؟ يعني احنا ايه اللي بيخلينا نعرف اذا كانت حركة السياحة دي كبيرة ونسبتها عالية ونسبتها منخفضة؟ ايه الاحصائيات العالمية اللي موجودة عندي؟ لو لقيت ان الحركة السياحية كبيرة هلاقي ان الاحصائيات هتؤكد الكلام ده، وهتلاقي في تضاعف كبير في حجم السياحة، ولو في سياحة كتير يعني عندي نفقات سياحية، والنفقات السياحية اللي هنصرفها السائحين بالنسبة لي عوائد مهمة للقطاعات الاقتصادية الدول. بنقول دايما للدول المستقبلة، وده بيكون مهم وليه دور حيوي في الاقتصاد القومي. طيب دور القطاع السياحي في الاقتصاد بصفة عامة أصبح ركيزة أساسية علشان إيه؟ للتطور الحاصل في العديد من الدول المتطورة في الطريق للتطور. كل دولة تبدأ تركز على اللي بتملكه ايه من مقومات طبيعية وتاريخية، واللي ما يكونش ليها مشاكل كتير جدا او فقدة للمقومات اللي عندها. مش هنقدر نقول يعني كل دولة عندها ايه من جوة او عناصر الجذب اللي عندها ايه الا من خلال لما بنلاقي ايه في اقبال للسياح عليها، عشان كده نقدر نقول عليها دي مناطق او عناصر جذب حقيقية. العنصر البشري ده عنصر مهم جدا، هو اللي بيكون مسؤول عن كل الخدمات السياحية اللي بتكون موجودة، زي انه بيخدم فنادق بيكون موجود فيها، وبالتالي الدولة بتهتم بالعنصر البشري لانه بيتطلب منه مهارات وقدرات لازم تتوفر في العاملين في المجال ده. طب تعالوا بقى من الحوار اللي احنا اتكلمنا فيه ده نطلع بتعريف العرض السياحي. يعني ايه دي الكمية بصفة عامة بقى؟ لو انا اتكلمت على عرض بس مش عرض سياحي، وبعد كده نتكلم على العرض السياحي. العرض عموما الموجود في الدراسات الاقتصادية عندنا، الكمية اللي بيقبل الفرد على بيعها من سلعة ما مقابل ثمن معين خلال فترة زمنية معينة، بخلاف طبعا العرض السياحي. أما العرض السياحي بقى فهو بيكون عبارة عن مجموعة المنتجات السياحية اللي هتقدمها دولة معينة، سواء ده كان من خلال أجهزتها الرسمية أو المنظمات السياحية، سواء للمواطنين أو للأجانب، بيكون خلال فترة زمنية معينة وبمقابل مادي معين. طب تعالوا ندردش في الطلب عموما وبعد كده ندخل في العرض عموما وبعد كده ندخل على العرض السياحي. احنا مش قلنا ان العرض ده عبارة عن الكمية
اللي بيقبل الفرد على بيع من سلعة علمية مقابل ثمن معين خلال فترة زمنية معينة. طيب لازم نطلع من النقطة دي بخاصيتين، هي ايه؟ اول نقطة خاصة بالكمية المعروضة، هتختلف الكمية المعروضة من السلع باختلاف الثمن، وده اللي احنا لازم ناخده في الاعتبار. كل ما هلاقي عندي الاقبال على السلعة كتير، المنتج هيرفع في السعر، هيقلل السلعة في السوق، يبقى فيها ندرة عشان يرفع سعرها. انا بالتالي كل ما هقبل على السلعة وهشتريها اكتر، كل ما الاقي سعرها بالنسبة لي بيزيد. كمان بتختلف الكمية المعروضة من السلع من فترة للتانية، يعني سلع معينة ممكن في اسبوع الاقي اختلفت عن شهر عن السنة وهكذا. هنا بفرق بين حاجتين، بين الكمية الموجودة في السوق وبين الكمية المعروضة منها. المعروض منها قد ايه او اللي في السوق قد ايه؟ كتير جدا بتكون الكمية المعروضة من السلعة اقل من اللي موجودة في السوق. هنا بصفة خاصة بيحدث اذا كان ثمن السلعة في السوق منخفض، يبقى لدرجة ان هو مش هيغلي البائعين الا انه على عرض كمية محدودة من السلعة وتخزين الباقي بيكون عرضة للبيع لما ترتفع الاسعار. وبالتالي هنا اعتبر لو انا دخلت بقى جزء السياحة، ان السياحة دي محور العرض والمنتج في نفس الوقت، عشان كده قلت عليها ايه؟ تعريف مجموعة العرض السياحي، مجموعة من المنتجات السياحية اللي بتقدمها الدولة ايا كان دولة معينة، بيكون من خلال اجازاتها الرسمية او منظمات السياحية الخاصة سواء للمواطنين او الاجانب، بس بشرط ايه؟ خلال فترة زمنية معينة بمقابل مادي معين. طب ما انا ممكن اقول عليها كل مكونات النشاط السياحي من فعاليات وخدمات وصناعات اقدر اقدمها للسياح، وبالتالي وفقا للمنظمة العالمية هلاقي ان العرض السياحي مشتمل على عدة عناصر زي التراث الطبيعي، زي التراث البشري، انشطة اقتصادية ومالية، وسائل خدمات اللي بتشمل النقل والإيواء والطعام، واخيرا الجوانب التنظيمية والسياسية. كده اتطرقت للنقطة الأولانية وعرفنا الفرق ما بين الاتنين ايه. تعالوا نتطرق لنقطة خصائص العرض السياحي، وبعد كده بعد ما اشرح خصائص العرض السياحي وعناصره هتوقف لغاية ما نقراهم بسرعة ونشوف لو في أي جزء محتاجينه أشرحه تاني، لأن هو جزء العرض السياحي أصلا قليل جدا. فكده كده أنا هخلص الفصل كله في الأونلاين، وكمان هدخل على مرونة العرض السياحي، وربنا بقى يرتب للخير كده إن شاء الله. ممكن أخلص يعني الجزئية دي، وممكن على حسب الظروف إيه أو حسب التوقيت اللي عندي هيكون إيه. تحبوا ناخد جزء جزء ونبص عليه عشان ما تتلخبطوش؟ يعني أتوقف عند هنا وبعد كده أخد الخصائص. هاي شباب. أوكي تمام يا دكتور.
خلصتوا؟ هاي شباب خلاص؟ طب يلا نكمل. كلكم خلاص؟ ما تخلصوا قولوا لي يعني. طب يلا نكمل. طيب ايه خصائص العرض السياحي؟ العرض السياحي بيتميز بخصائص كتير. هو ايه؟ عدم قابليته للتوسع في الأجل القصير، مستوى جودته بيكون مرتبط باللي هيقدمه، غير قابل للتخزين وغير قابل للنقل وغير نمطي، اشتراك مكوناته في الحكم على جودته، صعوبة تسعير مكوناته وصعوبة ترويجه، وبيعتمد بشكل كبير على عنصر العمل، وكمان بيخضع للمنافسة وبيمتاز بتعدد وتنوع وتداخل العناصر المكونة ليه، وتعدد المنتجين اللي بيشاركوا بالعرض السياحي، والعرض السياحي غير مائل. هم دول النقاط اللي عندي، الخصائص اللي بتميز بيها. كم نقطة بقى؟ حوالي 13 نقطة. طيب تعالوا ناخد نقطة نقطة ونتكلم عليها، وبعد ما خلصها نتوقف لثواني عشان تبص برضو عليها، عشان لو في أي استفسار في أي حاجة نقول تاني. طيب عدم قابليته للتوسع في الأجل القصير، يعني إن مكونات العرض بتكون غير قابلة للتوسع ولا حتى التوسع في الأجل القصير، خصوصا المكونات الطبيعية منه، وده بخلاف المعارض السلعي اللي بيكون من الممكن زيادته كما او نوعا او الاثنين مع بعض. لما اقول مستوى جودته مرتبط بمن يقدمه، مستوى جودة المعروض السياحي بيتأثر سلبا وايجابا بمن يقدمه، وده بخلاف المعروض السلعي اللي لا يرتبط فيه الحكم على جودته بمستوى من يقدمه. لذلك هلاقي اهمية العنصر البشري هنا مهم جدا، وبالتالي لازم أشوف ما يتوفر للمنظمات السياحية والمنظمات المساعدة من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع السائح، وزي يساعدوه في إعادة تجربة الزيارة مرة أخرى. مش فكرة إن السائح يجي يزور مصر مثلا مرة ويمشي وميرجعش تاني، لازم تكون في حاجة أساسية معلمة فيه. تمام؟ لما اقول غير قابل للتخزين وغير قابل للنقل، يعني ايه غير قابل للتخزين؟ يعني ما اقدرش اخزنه، يعني ان استهلاكه بيتم في نفس مكان ووقت انتاجه، وده بخلاف المعروض السلعي اللي بتتوفر فيه خاصية الانفصال، بمعنى انه بينفصال الوقت والمكان عن وقت ومكان استهلاكه، الانتاج عن الاستهلاك. غير قابل للنقل، ان المستهلك دايما بيكون ثابت والسلعه هي اللي بتتحرك، تم نقلها للاسواق، الا ان الحال بيختلف تماما في الايه، في المعروض السلعي. ليه؟ علشان ايه؟ علشان انه المفروض بيكون العرض السياحي هو الثابت، والسائح اللي بينتقل عشان يقدر يستطيع انه يقتنى الخدمات السياحيه. لما اقول غير نمطي، يعني مكونات طبيعية، عبارة عن مكونات طبيعية غير طبيعية، مختلفة عن بعضها البعض في الخصائص، ليس سلعة منتجة في شكل كميات متجانسة، عشان كده المعروض السياحي معروض غير نمطي على عكس حالة الايه، السلعة. تمام؟ نتوقف عند النقطة دي ونبص عليها، وبعد كده ناخد الباقيين عشان ما تتلخبطوش، ان دول 13 نقطة بشرحهم. يلا يا شباب. دكتور وحضرتك هتحددي معانا المرة الجاية؟
شاء الله. تمام. مش احنا محددين قبل كده؟ بس ده الجزئية دي. لأ يلا يا شباب، خلصت اكمل؟ ثواني يا دكتور، لسه في حد بيقول ثواني. عشان الامتحان الاسبوع الجاي. اوكي، في المحاضرة ولا ميد ترم؟ المحاضرة، لا ميد ترم لسه، ده بيعلن عنه اصلا من الادارة. لكن لا، ده امتحان عادي يعني، كويز من الكويزات اللي انا بعملها لكم. تمام، مش سيد حضرتك. في التنبؤ في الطلب بس ولا في المادتين يا دكتور؟ لا ده في الطلب، الجزء الاولاني. النهارده السياحه مش داخل، يعني محاضره النهارده مش داخله. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. جدول لغايه الدراسه التسويقيه. خلصتوا ولا لسه؟ اي دكتور. كمل. اي دكتور. اتفضل. دنيا بس هي خلاص بتقول خلصت. اي دكتور. طب يلا حبيبي. تاخد بقى اللي بعده. يعني ايه؟ اشتراك مكوناته في الحكم على جودته. السائح لما بيزور اي دولة، وطبعا بيبقى رايح علشان حسب ما هو رايح ليه. رايح سياحة ثقافية ولا رايح سياحة علاجية ولا رايح سياحة ترفيهية، حسب الزيارة اللي هو فيها يعني مسافر على أساسها. وجوه بقى وغرض الزيارة دي ايه؟ لو مثلا سياحة ثقافية يبقى مثلا رايح المتحف. هيشوف هنا تجربة الزيارة هتتأثر سلبا وإيجابيا بمستوى إقامته في الفندق. يعني هنا يبدأ شو جاي؟ عنده شعور بالأمان لما يبقى ماشي في الشارع، في لبقة في التعامل مع الناس، بالتالي هتؤثر في مكوناته وهتشترك مع جودته اللي هي تجربة الزيارة نفسها، دي الجودة. صواب التسعير مكوناته من الصعب إن أنا أقدر أسعره بخلاف المعرض السلعي بقدر أسعره بسهولة. يعني منتج بسهولة، لكن ده إن شاء الله أسعره إزاي؟ كان الجست بيجي على أساسه
بنقول الخدمه اللي بنقدمها له، يعني خد اوضه سنجل، خد اوضه دبل، مش عارفه الخدمات اللي اتقدمت له، في حاجات معينه اشترى من البازار، ده صعب ان انا اقدر اقيسه. لكن لما احط منتج سلعه معينه في السوق اللي هو المعرض السلعي ده، بسهوله انا اقدر اقيسه. طب ترويجه زي بنقول في صعوبه ترويجه، طبعا ليه؟ لانه بيفتقد الخصائص الملموسه اللي ممكن اركز عليها في النشاط الترويجي زي اللون والحجم والمذاق كما هو الحال في المعروض السلعي. يعتمد العرض السياحي بشكل كبير على عنصر العمل. طب ازاي؟ قيمه العرض دي يعني لازم استخدم القوى العامله، فمن الصعب ان انا استغنى عنها، فالعنصر البشري واستخدام الاله في القطاع السياحي مهم جدا. طيب تعالوا نتوقف عند هنا وبص على كده، وبعد كده اخر اربعة جمل، بس بعد ما ناخد الاجزاء اللي هي هيه وواو ويه وزين، مش بس بتطلع بطوش، الدنيا كتيرة وانا عارفة ان الدنيا كتيرة اصلا. خلصتوا شباب؟ يا دكتور ما عنديش مشكلة. أنا بص مش بصربقوا على الحاجة، أنا ببقى الهدف الأساسي عندي تأني بس كده، وأنا بقعد أقرأ الحاجة وأشوفها، علشان إحنا متفقين إن ما بقاش في وقت خلاص. إحنا بنتكلم في 6-7 محاضرات والترم يخلص أصلاً خالص، فما نخرجش من المحاضرة لا الفيزيكال ولا الأونلاين نقول مش فاهمين، أو نعدي جزء ونستنى في البيت نقول طب نبقى نقراه مع نفسنا. طب وليه؟ ما احنا مع بعض اهو، بصوا عليه سريعا. الحاجه اللي مش مفهومه يا دكتور من فضلك اشرحيها لنا تاني، هقولها لك مش قصه يعني. تمام يا دكتور، مرسي لحضرتك.
أكمل. اوكي يا دكتور. يا دكتور بطول كده اصلا، يعني دقيقه. ما حضرتك كده. طب لما اقول ان العرض السياحي بيخضع للمنافسه يعني ايه؟ الحاجه للسياحه دي حاجه كماليه، احنا عارفين هو كل الناس بتبقى عايزه تسافر وبيبقى عندها القدره انها تسافر، لا دي حاجه كماليه ممكن نستغنى عنها. ف بتخضع السياحه، بتخضع للمنافسه من قبل السلع البديله، ان العرض السياحي متوفر بشكل كبير جدا في كل العالم. في بيحصل عندي تنافس بين الدول على تسويق العرض السياحي، وفي تنافس على صعيد المواقع السياحية داخل الدولة الواحدة، وفي تنافس ممكن يتم على المنشآت السياحية داخل الموقع السياحي الواحد. لما قلت قبل إنه بيمتاز العرض السياحي بتعدد وتنوع وتداخل العناصر المكونة دي ليه؟ عشان المنتج السياحي بصفة عامة مزيج مركب ومعقد بيتكون من العديد من السلع والخدمات والمكونات الطبيعية، وعادة ما يصعب فصل هذه العناصر والمكونات عن بعضها البعض. فهنا بيجمع السائح بين أنماط سياحية متعددة في ان اي واحد. طب لما أقول تعدد المنتجين اللي بيشاركوا بالعرض السياحي، هنا هلاقي إن العرض السياحي طالما إنه متعدد ومتنوع وواسع وشامل، يعني عدد كبير جدا من المنتجين اللي بيساهموا في تصنيع المنتج السياحي، ومنهم اللي بيكون داخل حدود القطاع زي أصحاب الفنادق ومكاتب السياحة، اللي بيكونوا خارج القطاع زي مشاريع البنية التحتية وكهرباء. الكل منتج دوره في تصنيع العرض السياحي. اخر نقطة اقول عليه غير مرن، يعني ليه بقول عن العرض السياحي غير مرن؟ في النشاط السياحي درجة استجابة المنتج للتغير في السعر في اثمان الخدمات يعني بتكون منخفضة جدا على الاقل في المدى القصير، نتيجة عوامل متعددة زي كثافة رأس المال وعامل الوقت. بكده انا خلصت الجزء بتاع الخصائص، فعجالة نبص عليه عشان ندخل على العناصر وبعد كده ندخل على المقاومات. يلا حبايبي. تمام يا دكتور. خلصتوا؟ ايوه يا دكتور. تمام يا دكتور. ايوه دكتور صدق. ممكن اطلب منكم حاجه؟ ممكن اطلب منكم على طول؟ ممكن اللي اسال؟ حاضر. حاضر. خلص على طول دكتور، احنا خلصنا. حاضر يا دكتور. خلاص؟ تمام يا دكتور. تمام. لا تمام. لا يا دكتور. العرض السياحي. عناصر العرض السياحي اللي عندي عبارة عن أربع حاجات. العرض السياحي ده عبارة عن إيه؟ منتجات سياحية. هقدم المنتجات السياحية بس من جانب المنظمات الحكومية والخاصة. ارتباطه بفترة زمنية معينة وبأسعار معينة. مش ده العرض السياحي؟ زي الطلب السياحي كنت بقول ايه؟ خلال فترة زمنية معينة بسعر معين وخلال فترة زمنية معينة. نفس الحوار في العرض السياحي بالظبط، خلال فترة زمنية معينة وبرده بأسعار معينة. يبقى ايه المنتجات السياحية اللي عندي؟ احنا عارفين انه بيختلف في محتواه من سائح للتاني، بس اقول عبارة عن مجموعة منافع بيحصل عليها السائح من خلال زيارته للمواقع السياحية المختلفة، وبيرتبط من إقامة وتنقل وخدمات أخرى
في خدمات المصرفية والأمنية وخلافه. طب ازاي هقدم المنتجات السياحية من جانب المنظمات الحكومية والخاصة؟ زي هيئة تنشيط السياحة هرتبط بيها منظمات سياحية، لكن الخاصة اللي هي فنادق ووكلاء السفر ومراكز الصرافة وشركات النقل وهكذا. لما أقول إنه بيرتبط بفترة زمنية معينة، طبعا ليه؟ علشان محتويات العرض من المنتجات بينكمش وبيتزايد من فترة لأخرى. هنا هلاقي لازم يكون في توافر منتجات سياحية معينة في وقت معين، وممكن ألاقي بتتوافر في أوقات أخرى. يبقى مش شرط، ممكن ألاقي الحاجة دي موجودة دلوقتي مش موجودة كمان يوم، والعكس صحيح، ألاقيها بوفرة كتير جدا وموجودة كل يوم، وبالعكس يعني الدنيا فيها يعني كويسة. بعد كده ارتباط العرض السياحي بأسعار معينة، اللي بيرتبط بالأسعار اللي بيدفعها السائح، لأن الارتباط بعامل السعر. من المعروف إن كل ما هيزيد السعر هيزيد العرض من المنتجات السياحية، والعكس طبعا صحيح، إن كل ما بينخفض بينخفض معاه المنتجات السياحية، اللي عشان العلاقة الطردية اللي بترتبط بينهم والإشارة موجبة. يلا يا شباب نبص على العناصر وبعد كده ندخل على المكونات. يلا أنا بالنسبة لي تمام يا دكتور. تمام. أسمع صوت الباقي. تمام يا دكتور. تعالي ناخد بقى مقاومات العرض السياحي. عندي مقاومات طبيعية، وطبيعية دي يعني المناخ وشكل الأرض والمياه والغابات والأشجار، كل ما هو يخص الطبيعة. وعندي مقاومات أثرية وتراثية وحضارية، وعندي مقاومات مساعدة وتكميلية زي بنية تحتية ومشاريعها وكل ما خاص بالاحتياجات الأساسية للحياة المصرية، والبنية التحتية المتخصصة والبنية الفوقية. هم دول العوامل اللي عندي الثلاثة اللي من خلالها أعرف مقاومات العرض السياحي. تعالي ناخد نقطة نقطة ونبدأ نتكلم عليها. ثانية واحدة. Thank you.
يلا نكمل يا شباب. مقاومات السياحية قلت عبارة عن ايه؟ كل ما هو ليه علاقة بهبة الله بتتمثل في كل العناصر الناتجة بفعل الطبيعي. يعني فعل الطبيعي ده يعني ايه؟ الانسان ما بيتدخلش فيه، ربنا خلق كل حاجة، في ثروات وفي مغريات وفي جاذبات طبيعية زي المناخ وشكل الأرض والمياه والغابات والأشجار والنباتات والحيوانات، وكل الحاجات دي اسمها مقاومات طبيعية، يعني الإنسان ما بيتدخلش فيها. لكن المقاومات الأثرية والتراثية والحضارية دي بتمتاز فيها أي دولة بتفردها النوعي عن بقية دول العالم، يعني عدم وجود الموروث الأثري نفسه في دولة أو في مكان آخر، وده بيشكل ميزة ثقافية للأنماط السياحية اللي بتلبي رغبات وتوجهات السياح في ممارسة عدة أنواع من النشاطات السياحية الثقافية، ده غير إمكانية اللي موجودة فيها حاجة طفيفة خالص بتظهر كده بالمهرجانات. مقاومات مساعدة تكميلية، وهنا جملة من المرافق والخدمات بتشكل بمجموعها مقاومات مساعدة مكملة للمقاومات الرئيسية عشان أوصل لمستوى مناسب، زي البنية التحتية. وطبعا احنا فاهمين يعني ايه كلمة بنية تحتية، ان مشاريع بتشكل أساس الاقتصاد القومي، مهمتها تجهيز القطاع السياحي بمستلزمات الإنتاج الأساسية، زي فيها مشاريع البنية التحتية العامة ومشاريع البنية التحتية الأساسية للحياة العصرية ومشاريع البنية التحتية المتخصصة والبنية الفوقية. دول كلهم بيطلعوا من تحت البنية التحتية. جوه الكتاب بس هنعدل النقطة دي، انه فيها ب هنكتب عليها 1 وجيم هنكتب عليها 2 ودال هنكتب عليها 3 وزال هنكتب عليها 4. طيب لما اتكلم على كل ما يخص البنية التحتية العامة لمستلزمات الانتاج الاساسية لكل القطاعات زي الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وخلافه، اللي خاصة بقى بالحياة العصرية اللي هي المفروض خاصة بكل ما هو زي الاسواق والصيدليات والشرطة السياحية وخلافه. طب المتخصصة بتتخصص في الخدمات بتاعتها يعني في القطاع السياحي، زي اللي هو خاص بالوكلاء السفر والسياحة
والتخييم، وبالتالي لازم تكون متخصصة في أي نقاط محددة. فوقية اللي هي بتقدم خدماتها بشكل مباشر للسياح زي المدن السياحية ومناطق الإقواء وخلافه، وكل ده مختلف طبعا غير إيه بخلاف أماكن اللهو والتسلية الخاصة بالسياح. نبص برضو بص عليها، وبعد كده ندخل على العوامل المحددة للعرض السياحي، القانون ودلة العرض السياحي والمنحنى، ودول بقى هشتغل بيهم على البورد دلوقتي. بس يلا يا شباب، دكتور هو معلش ينفع أسأل سؤال؟ تفضل. هو العرض السياحي ازاي لما بيزيد سعره بيزيد، يعني ازاي العلاقة دي؟ عشان أنا طردية. علاقة طردية والإشارة موجبة. لا مقصودش، سوري، أنا أوكي، أقصد يعني ازاي لما السعر بيزيد هي العرض بيزيد؟ علشان ده منتج بينتج السلعة، المنتج اللي بينتج السلعة، انت بتنزلي السوق تشتري الحاجة دي، بتطلبي السلعة دي كتير قوي، لا الإقبال عليها كتير هيرفع سعرها في السوق، فاهمة؟ زي يعني الدولار دلوقتي، الدولار الطلب عليه كتير، سعره ماله؟ السعر بيزيد، عمال بيزيد زي حوار الطلب، زي نفس الطلب. لا الطلب لما بتطلبي انت اللي بتتحكمي في حاجة زي كده، انت اللي بتطلبي السلعة، فتبصي تلاقي ايه، هما بقى المنتجين يلاقوا في السوق الطلب على السلعة كتير يزودوا سعرها، طلب على السلعة قليل يقللوا سعرها. انت كمستهلك بقى بتتحكمي في حتة ايه، امكانيتك ايه، مش حسب القدرة الشرائية، القدرة المالية اللي معاكي، مش حسب فلوسك انت. ايوه حاجة يعني على حسب المنتج، لو انا هنتج معايا في القيمة المالية اللي هتنفع يبقى هي كده العرض هيبقى كبير ويزيد، انما لو القيمة المالية اللي معايا قليلة. لا انت لو طلبتي السلعة في اقبال على السلعة كتير، مش بنقول السلعة التي يقبل الفرد على بيعها. لا السوق متعطش من الدولار، عملي مع دولارات رفع السعر، اللي عايز يشتري مش عايز خلاص، لما ما يلاقيش حد كتير يشتري يقلل السعر، لما يلاقي في اقبال كتير على الحاجه دي يرفع السعر يزود السعر. تمام، ميرسي لحضرتك. أول تاني الجزئية دي، هو يا ريت معلش انت ما فهمتيهاش، يعني انا فهمتها انا بقول بس في انا بس عايزه اوضح شويه. ما هو المنتج اللي بينتج السلعه في السوق، انا دلوقتي بنتج كوبايات ازاز، ناس كتير بياخدوا المنتج بتاعي، اعمل انا ايه، ارفع في سعره. تمام، ده بالنسبة للطلب صح؟ ده للعرض يا ماما، ده للعرض، أصلا الاتنين داخلين في بعض، أصلا عارفة لما الطلب يزيد العرض الطلب بيزيد السعر بيزيد، إنما العرض ازاي يعني الطلب لما بيزيد في الطلب، انت متلخبطة خالص، تعالي لي في المحاضرة ونقعد نشرحهم بالمنحنيات. تمام ميرسي، تمام اوكي خلاص. تمام باقي خلصتوا؟ تمام. تعالوا نشوف ايه العوامل المؤثرة في العرض السياحي. في عوامل طبعا غير السعر اقدر اخدها في الاعتبار، ممكن تخلي لي المنحنى ينتقل الى اعلى او الى اسفل، حسب الى اعلى جهة اليمين او الى اسفل جهة اليسار. وبالتالي من العوامل دي اول نقطة العامل الطبيعي، وايه كمان، اسعار المنتج السياحي، تكاليف عوامل الإنتاج، استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، وأخيرا أهداف المؤسسات المشرفة على النشاط السياحي. تعالي ناخد نقطة نقطة نتكلم عليها.
اول نقطه بتكلم عليها العامل الطبيعي العلاقه الطرديه، كل ما هيزيد ويحصل فيه تنوع زي مساحه خضراء سواحل مطله على البحر، في توفر العوامل دي بتستقطب اكتر رؤوس الاموال، وبالتالي هيزيد العرض السياحي وتزيد المنشات السياحيه. طب الاسعار، كل ما هتزيد الاسعار وترتفع مع بقاء العوامل الاخرى ثابته، هبص الاقي انه ده معناه استقطاب لرؤوس الاموال وبالتالي توسع العرض السياحي. تكاليف عوامل الانتاج اللي هي اي عمليه انتاجيه ما بتتحققش الا لما بيحصل مزج عناصر الانتاج، وبالتالي المنتج في النشاط السياحي بيستخدم العناصر دي نفسها، وفي علاقة عكسية بينها وبين العرض السياحي. كل ما هتزيد التكاليف كل ما هيحصل انخفاض للعرض السياحي، وبالتالي صحيح بيكون في مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، إن المجتمع بيكون دايما على درجة كبيرة من التطور التطور التكنولوجي، ودايما بيظهر في الكفاءة الإنتاجية العالية اللي بيبدأ يشوفها، ومن هنا بنقلل ممكن تكاليف الإنتاج، والعلاقة بتكون طردية ما بين التكنولوجيا والعرض السياحي. كل ما التكنولوجيا زادت عندي واستخدمت تقنيات أكتر، كل ما العرض السياحي عندي زاد هلاقي فيه إقبال عالي فيزيد. آخر نقطة، أهداف المؤسسات المشرفة على النشاط السياحي، كل ما كان فيه قيادات عليا للدولة بتميل باتجاه النشاط السياحي بيزداد العرض السياحي وتنوع، والعكس صحيح بس بشرط مع بقاء العوامل الأخرى على حالها أو ثابتها. يلا شباب بقى بصوا على الجزئية دي كمان، ونتوقف عند القانون ودلة وانتقال العرض. يلا مع بعض. يلا شباب ثواني بس مش على مهلك. تمام يا دكتور، خلصت. خلصتوا؟ تمام يا دكتور. 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 انتوا عارفين انه الطبيعي في قانون العرض الاساسي مش العرض السياحي ان اجارة العيد ده على استخدام لفظ كلمة تمدد وانكماش عشان يعبر على اصل التغير الثمن الكمية المعروضة من السلعة، وكلمة زيادة او نقص التغير
للتعبير عن أثر تغير العوامل الأخرى على الكمية المعروضة من السلع. قانون بقى العرض السياحي ده اللي بيوضح العلاقة بين ثمن المنتج السياحي وبين العرض السياحي. بيقضي القانون ده برضو بالتمدد والانكماش من سلعة ما بارتفاع ثمنها وبينكمش بانخفاضه. معنى كده ان العلاقة ايه؟ برضو طردية ما بينهم ما بين بعض، من ثمن المنتج السياحي وبين العرض الايه؟ السياحي. دالة العرض، ودي بتبقى صيغة او علاقة رياضية. العلاقة الدالية دي بتربط ما بين متغير تابع اللي هو العرض السياحي بالمتغير المستقل لمحددات العرض. وهنا لازم اخد في الاعتبار انه برضو انه لازم يبقى فيه ثبات او بقاء العوامل الاخرى على حالها. وهنا بيكون العرض السياحي دالة في الثمن، بتكون دالة العرض اللي هي الكاف بتساوي دالة في السين. اخر حاجة بقى هشرحها اللي هو جدول منحنى العرض السياحي وانتقال منحنى العرض السياحي. لما نتكلم على جدول منحنى العرض السياحي لازم ابقى واخده في الاعتبار زي ما احنا رسمنا قبل كده. تعالوا ناخده تاني كده مع بعض. بصوا ده محور ايه؟ محور ايه؟ سامعيني؟ العرض السياحي. اه يا دكتور. محور ايه؟ رأسي أفقي. ونزي شكل المنحنى بيطلع كده. اسم المنحنى ده ايه؟ العرض. اسمه ايه؟ العرض. الانتقال فيه عبارة عن ايه؟ وانا واقف على المنحنى اهو بيدي اليمين واطلع كده واعمل خط كده اسمه الى اعلى جهة الايه؟ اليمين. اسمه الى اعلى ايه؟ اسمه ايه؟ الى اعلى جهة اليمين. اعلى جهة اليمين. اسفل جهة اليسار. اسفل جهة اليسار. نفسه وارجع لورا كده اقول له انخفاض. تمام كده يا شباب؟ بالظبط. طب وارسم المنحنى ازاي؟ امسح ده ولا لسه؟ ثواني يا دكتور. تمام يا دكتور. كلكم؟ تمام يا دكتور. نمسح ده بقى ونشوف المنحنى بيترسم ازاي اصلا. دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ عايزة أسأل حضرتك سؤال. عايزة تسألي سؤال. طب مش سامعك معلش أنا آسفة. لا ما فيش مشكلة. طيب
هي الرسومات دي اللي هي المنحنيات دي هتيجي لنا في الامتحان نرسمها احنا ولا هتيجي في الاختيارات مرسومة؟ ينحد يعني المنحنى العرضي من أعلى إلى أسفل ناحية اليمين، صح ولا غلط؟ غلط. أنت مش هتعرفي كلمة اليمين والشمال دي غير لما ترسمي المنحنى. نفس الحوار بالنسبة للمرونة، لما أقول إذا كان الناتج بواحد صحيح دل ذلك على أن المنحنى قليل المرونة؟ لا غلط. عرفتي إزاي؟ علشان واحد صحيح هو تمام المرونة. عرفت تتحركي؟ دايما إحنا بنعتمد في الاقتصاد على الفهم مش الحفظ. ما انت ممكن تبقي حافظه اشكال المرونه وتروحي رسام وخلاص وخلصنا، لكن احنا مش بنعتمد على كده. احنا كاقتصاد المفروض ان احنا بنفهم، عشان احنا عندنا منحنيات اي حاجه بعد كده نقدر نحلها ونستوعبها على طول. ما اقولش ان انا نسيت عشان كنت حافظه الموضوع ده قبل كده فنسيته. فده يعني يبقى في مكان ارسم فيه وكده، هيبقى في مكان في الورقه اقدر ارسم فيه المنحنى. شيء في فاضي اللي هو لو في سؤال مقالي انت بتحلي فيها، صح؟ صح ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. استخدمي بقى السؤال المقالي صح في المقاليه دي، حاجه زي كده اللي هو اصلا ممنوع تتابع على ورق الاسئله. اللي ما عندكش سؤال مقالي تحل من ورق الاسئله الثانيه وتكتبي كده المسوده اللي هي الحل، بس عشان انا ماليش علاقه بيها انا بصحح بعض الشيء. فاكيد اكيد اكيد مش هرجع لك. اه تمام، ميرسي لحضرتك. خلاص تمام. يعني استفسار تاني في الأسئلة اللي انتوا بتقولوها دي؟ ها؟ لا تمام يا دكتور. خلاص آخر كلام، مفيش أي استفسار في الأجزاء دي تاني؟ تعال ناخد شكل المنحنى بقى ونرسمه ازاي؟ زي منحنى الطلب بالظبط بالظبط. وبعد كده ادخل على المرونة. محتاجين رسم المنحنى بتاع العرض ولا عارفينه؟ اعتقد هو زي الطلب على فكره بالظبط. مش انتوا فاكرين ان انا كنت برسم الطلب ازاي؟ طب انا هعمله على البورد واسالكم فيه، مش هتكلم يعني مش هشرح. تعالوا اشوفكم بقى عارفين ولا لا. بص حبيبي، بصوا ده محور قلنا عليه رأسي وده محور أفقي وهنا عدد السائحين وهنا الأسعار وده نقطة الزيرو. لما باجي أحط الأسعار بحطها إزاي؟ بحط الأسعار إزاي؟ صغير للكبير؟ أه. بحط الكميات إزاي؟ اللي هو عدد السائحين الصغير للكبير برضه. اصلا خلاص كده نقعد ببعضها دي من حاجه اللي هي مش عارفه ايه. طب ما انتوا عارفين اهو. تمام يا دكتور. طيب تعالوا ندخل بقى، احنا كده خلصنا العرض السياحي. تعالوا ندخل على مرونه العرض السياحي وندردش مع بعض شويه. ايه قولوا لي ايه؟ بقول لحضرتك تمام. بصوا على الفصل كله على بعضه.
اوكي يلا افضل بقى كده على بعضه سريعا. ممكن أسأل في حاجة قديمة بس الفصل الثالث، مرونة الطلب الانعكاسية، التغير النسبي في قيمة الكمية المطلوبة على التغير النسبي في سعر السلعة، ده قانون. المسألة لما هتيجي مفروض، معلش ممكن حضرتك تحليها معانا؟ الانعكاسية، مرونة الطلب لا الانعكاسية. انت ما عندكيش فيها غير الجزء العملي النظري بس، العملي لا. تمام، طب شكرا لحضرتك. دكتور معلش عايز اسال سؤال، هو في سبعة دالة العرض دلوقتي، هو ايه الحروف ديت؟ يعني هو الكميات اللي هي كاف بتساوي دال دالة في وسين السعر. وعلي في دال. احنا لسه كنا بنتكلم عن الدالة في السعر. تمام، دي بتبقى بتيجي في الرسمة ازاي؟ لا دي بتبقى متغير تبع متغير منفصل.
تمام، يعني انا مش هحتاج الحروف ديت، هبقى عارفة الكلام اللي عليها قصدي. دكتور رسول مش طالع. ده جاست بس ان انت تبقي عارفه ان المتغير التابع والمتغير دالة وسموها متغير. الكاف لما بنيجي نجيبها دال في اللي جوه القوسين متغير، صح؟ تغير الكاف على تغير السين، دي اسمها تفاضل المعادلة. لا ما اقصدش يا دكتور دالة العرض، الكاف بتساوي دال دال في سين. دالة في الساعة. تمام، يعني السعر بس فقط، أم مش الحروف اللي هي ألف وجيم وضاد وتاء. تمام، شكرا لحضرتك. تمام، أنا بالنسبة لي خلصت يا دكتور. وأنا كمان يا دكتور. يا دكتور. تمام. ياخدها في مرونه العرض، لان هي بالظبط. فاكرين الخمس حالات اللي كنا اتكلمنا عليهم؟ برده عباره عن ايه؟ المرونه مدى التغير او استجابه الاسعار بالنسبه للكميات. يعني معنى كده ان انا هبدا اشوف الخمس حالات ده هم بالظبط، بس الخمس حالات دول على مرونه الطلب السعريه او مرونه العرض السعريه، لكن مرونه الطلب الداخليه لا، هي ملهاش غير حالتين، يا اما اكبر من واحد صحيح يا اما اقل من واحد صحيح. اذا كان اقل من واحد صحيح تبقى السلعة ضرورية بالنسبة للسائح، أكبر تبقى السلعة كمالية بالنسبة للسائح. خلاص، عشان بس تبقوا عارفين. وخدنا عليها سؤال المحاضرة اللي فاتت وحلينا، فاكرينها ولا نسيتوا؟ لا لا فاكرين يا دكتور. كيف والدال؟ احنا هنا بقى نتكلم على النقطة تاني بتاعت الحالات في مرونة الطلب السعرية، ايه اللي من الناتج هيطلع القيمة بتاعته؟ كم حالة عندي؟ خمسة. هقولهم فجأة كده نظري، بعد كده ايه هرسمهم لكم تاني، وخدوا بالكم وهقول لكم الفروقات بتمشي ازاي ما بين الطلب والعرض فيهم. اول نقطه لما بقول عليه عديم المرونه يعني نتيجته بزيرو، لا نهائي المرونه يعني تام المرونه، نتيجه بواحد صحيح متكافئ، اقل من واحد صحيح يبقى غير مرن يعني كلمه قليل المرونه، اكبر من واحد صحيح اقول عليه مرن يعني كثير المرونه. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. حط كتاب معايا كده،
فتحته؟ هاتوا صفحة، مش عارفة بقى في الجديد، كلكم بتاعي زي بعض، صفحة 98 و99. شايفينها؟ ايوه يا دكتور. ايه يا دكتور؟ تمام يا دكتور. فتحته؟ يا دكتور. بص على الرسمه اللي من تحت كده. تاني مش الاولى. 98 من تحت. تمام. دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت ايه؟ منحنى عرض عديم المرونة. خدتوا بالكم من حاجة؟ نفس هو قليل المرونة. نفس اللي بيجي في الطريق. خلينا واحدة واحدة بقى. ماشي. بتكلم على الرسمة اللي تحت مش اللي فوق. قليل. قليل برضو. لا عديم المرونة حل بعدها. عديم المرونة ناسي. عديم المرونة حبايبي. ان الثمن لما بيتغير الكمية بتفضل ثابتة. تمام. بص بقى، فاكرين انا لما رسمت مرونة الطلب في عديم المرونة كان شكل المنحنى ازاي؟ نفسه هو اهو. يبقى الطلب والعرض في العجين زي بعض، نفس الرسم يعني المسافة بتساوي بعض، صح كده؟ المسافة ما بين نفس الرسمة. نفس الرسمة. نفس الرسمة في العجين والمرونة. مسافة متساوية تقريبا. ده ما قلتش كلمة مسافة متساوية. أنا ماشي. ما قلتش على كلمة مسافة متساوية في العجين خالص. تمام. هو عديم المرونة. ايوه. منحنى العرض عديم. منحنى العرض موازي للمحور الرأسي، مهما حصل تغير في السعر الكمية عندي ما بتتغيرش عدد السائحين زي ما هما. السعر يزيد، السعر يقل، عددهم واحدة. تمام. هنا الاقي منحنى الطلب ومنحنى العرض في المرونة، في عديم المرونة ماله؟ نفس الشكل واحد. نفس الشكل يا دكتور. خلاص؟ هو هو، هنشيل التابلت ونحط عين. خلاص كده؟ تمام. تام وكمل المرونة. تام المرونة أصلا مكتوب في التام أو بصوا كده، إن الكمية المعروضة ملهاش نهاية. برضو ما خدتوش بالكم من حاجة فيها؟ ان هي نفس اللي موجوده في الطلب. برافو عليكي، برافو. نفس الرسم بالظبط بتاعت الايه؟ الطلب. الطلب. يبقى انا عندي في مرونه الطلب وفي مرونه العرض عندي نفس الرسمه واحده الاثنين مع بعض في توقيت واحد زي بعض بالظبط. خلاص بص على الباقيين بقى. تمام. يا
هي عايزة حل كتير. مشكلة مامي عايزة حل كتير. عليها كتير؟ أيوة فاهمك. صح، خليك معايا سامي، خليك معايا سامي. بص يا شباب، انا كده خلصت المحاضره. لو في اي استفسار في اي حاجه ما بيننا وما بين بعض بقى في المحاضره الفيزيكال. اوكي حبايبي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور.